رجل له بنت عمرها سنتان وهو دائما مغترب، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل في بما يلزم أثناء غياب الرجل، فهل هذا جائز علما بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟ على كل حال الجواز يجوز بعد أن دون التسلية، يجوز أن يعقد عليها المصلحة إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصديق ابنته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، هذا مستثنى. أما إذا بلغت 9 فليس له يزوجها إلا بإذنها، أو كانت أكبر من 9 لا بد من إذنها. أما ما دونها إذا رأى المصلحة، مو لأجل المال بل لأجل المصلحة الشرعية، مثل إنسان طيب وحب أن يحصله وأن يعني يلزم قبل أن يفوت قصد الصلاح للصلاح بنته، هذا لا حرج فيه إذا كانت دون التسلية. نعم.